تشتهر لندن بشريحة من مصففي الشعر ذا صيتها في العالم، وتعتمد الآن هذه الحرفة على إعادة التدوير، حيث تشجع مجموعة من مصففي الشعر والحلاقين المهتمين بالبيئة الصالونات في جميع أنحاء المملكة المتحدة على إعادة تدوير نفاياتها من العبوات البلاستيكية والمعدنية إلى الشعر أيضا الذي يمكن استخدامه في التسميد أو لإنتاج الطاقة أو حتى لإزالة الانسكابات النفطية. خصلات الشعر هذه قد تساهم في إنقاذ الكوكب. مصفف الشعر اللندني فراي تايلر يقود مبادرة لإعادة تدوير الشعر. فبحسب تايلر يمكن لهذه الشبكة القطنية المحشوة بالشعر أن تنظف المحيطات من الزيوت الملوثة. عندما نمرر هذه الشبكة من الشعر على مسطح به زيت، سيمتص الشعر الزيت ويحتفظ به، وهذا هو الفعل المهم. كيلو واحد من الشعر يمكن أن يمتص ما يصل إلى 8 لترات من الزيت. يمكننا تقديم عرائض والضغط على الحكومات للقيام بمشاريع كهذه، ولكن يجب ألا ننتظر 5 أو 10 سنوات أخرى. من أجل ذلك يجب أن نقوم بهذه الخطوة بأنفسنا. تحد آخر أمام صناعة تصفيف الشعر وهو النفايات الكيميائية مثل الأصباغ والمبيضات التي تسكب عادة في أنظمة المياه والمصارف الصحية. وجدت لها المبادرة حلا في إنتاج الطاقة. كنت أعلم أن مجالنا فيه هدر كبير للمنتجات، خصوصا أوراق القصدير والمناشف والبلاستيك، لكنني لم أعي ضخامة هذه النفايات. بدأنا في هذه المبادرة لأن الأشياء الصغيرة يمكن أن تحدث تغييرا. استعمال آخر للشعر استفادت منه المبادرة وهو التسميد. فالشعر الغني بالنيتروجين يعد مكملا مثاليا للأسمدة، يمد التربة بالرطوبة ويبعد عنها الحشرات الضارة. مبادرة واعدة انضم لها نحو 600 صالون في المملكة المتحدة وإيرلندا، جمعت أكثر من 500 كيلوغرام من الشعر استعمل في التسميد وتنظيف المجاري المائية، على أمل أن يصدر هذا النموذج إلى نطاق واسع في العالم.